كن عاقلا، لا تشتري هذه الفانية بالباقية، اتق الله في عمرك، قدم لنفسك فسيذهب معك من يحبك ثم يغيبك في قبرك ويدسك في رمسك ويسلمك للدود ويسلمك للهوام ويسلمك للوحشة ويسلمك للغربة ثم ينصرف عنك. وأحب الخلق لك لن يدخل معك قبره، سيذهب معك إلى باب قبرك ثم يعود، لا بد أن يعود ليمارس حياته، ليأكل ويشرب وينكح، ليضحك ويمرح. فإن كان وارثا فلن يتذكرك. اتق الله في نفسك. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين.